إنها كانت قبل الزواج لا تصلي ولا تصوم رمضان، وحينئذ اجتمع عليها عدد من الأشهر والأيام في الصلاة والصيام، والآن تابت وندمت على ما كان منها، فبماذا توجهنا شيخ صالح؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، إنه يجب على المسلم المحافظة على دينه، ولا سيما أركان الإسلام، و منها الصلاة التي هي عمود الإسلام، وصيام شهر رمضان الذي هو الركن الرابع من أركان الإسلام، وكذلك بقية أمور دينها. الواجب على المسلم المحافظة على دينه. والسائلة تذكر أنها كانت تترك الصلاة والصيام في فترة، ثم تابت إلى الله عز وجل وحافظت على الصلاة وعلى الصيام بعد التوبة، وهذا أمر يبشر بالخير. ويجب عليها المحافظة على الصلاة والمحافظة على أداء الصيام وبقية أمور دينها في المستقبل، وما فات فإن التوبة تجبه إن شاء الله. إذا لا يجب عليها قضاء صيام ولا صلاة؟ لا يجب عليها قضاء، لأنها كانت في حال تركها للصلاة متعمدة لم تكن على الإسلام، ولما تابت دخلت في الإسلام من جديد. جزاكم الله خيرا وأحسن.